أعلن الأمين العام لحزب جبهة تحرير الوطن أبو الفضل بعجي عن تحديد تاريخ المؤتمر 11 للحزب أيام 29، 30، و31 أكتوبر القادم. وأضاف بعجي خلال افتتاح اجتماع محافظي الحزب أن الأفلان منفتح على كل المبادرات السياسية المطروحة بما فيها مبادرة جبهة القوى الاشتراكية. التغطية لحمزة كحال. مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني سينعقد ايام 29، 30، و31 اكتوبر. بالنسبه لجبهه التحرير الوطني احنا منفتحين على كل المبادرات. بالنسبه للمبادره تاع الاخوه في جبهه القوى الاشتراكيه مازال ما توصلناش بها بصفه رسميه، لان المفروض توصلوا بها، وعندنا الحزب عنده هيئات راح يجتمع المكتب السياسي ونتداولوا في القضيه هذه وندوا راي. لكن باسم الحزب وباسم قياده الحزب انا نقول بان اي مبادره فيها توحيد الجبهه الداخليه لا يمكن أن يكون جبهة التحرير الوطني إلا أن يكون فيها وفي وسطها وهو قلبها وأساسها.